ما حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر في العشر الأواخر من شهر رمضان لغير المعتمد؟ لا حرج في ذلك، الحمد لله، أن يقلل أظفاره وأن يأخذ شعر إبطيه وعانته لا بأس بذلك في رمضان ولا في غيره، إلا إذا كان محرما بالعمرة أو محرما بحج في أشهر الحج، فإنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعوره ولا من أظفاره ما دام محرما. وكذلك إذا دخلت عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي عن نفسه فإنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. وفي غير هاتين الحالتين، حالة الإحرام وحالة عشر ذي الحجة لمن يريد أن يضحي عن نفسه، غير هاتين الحالتين فإن الأخذ من الأظافر ومن الآباط ومن العانة سنة من خصال الفطرة، كذلك قص الشارب كل هذا سنة ومن خصال الفطرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.